السلام عليكم، أهلا بكم متابعي قناة الكهرباء إلكتريك. دون أن نخوض في التفاصيل المعقدة حاليا وخصوصا أننا لن نحتاجها حاليا، سنتعرف في هذه الحلقة على أبرز أوجه الاختلاف التي تمكننا من التعرف على مكثف البدء ومكثف التشغيل. أولا، مكثف التشغيل يعمل بصفة دائمة ولا يتم فصله في التركيبات الكهربائية. مكثف البدء يجب فصله بعد 3 ثواني كحد أقصى بعد التشغيل في التركيبات الكهربائية. في حالة عدم فصل مكثف البدء قد يحدث انفجار للمكثف، لذلك يجب علينا الحذر جيدا في التعامل مع هذا المكثف. ثانياً، في أغلب الأحيان يصنع مكثف التشغيل باللونين الأبيض أو الفضي، بينما يصنع مكثف البدء باللونين الأزرق والأسود. لكن رغم ذلك علينا الانتباه أن اللون ليس هو المعيار الوحيد لتحديد نوع المكثف، فهنالك مكثفات بدء بيضاء أو فضية أيضاً مثل هذا. ثالثاً، الانتباه إلى البيانات المكتوبة على كل مكثف. فمثلاً، مكثف التشغيل قد نجد عبارة CBB56 أو RC أو العبارة الإنجليزية Running Capacitor، بينما سنجد عند مكثف البدء عبارة CD6 أو SC أو العبارة الإنجليزية Starting Capacitor. رابعاً، دائماً ما يكون مكثف التشغيل بسعة محددة وغالباً ما تكون بالميكروفاراد، بينما مكثف البدء تكون سعته تتراوح بين قيمتين مختلفتين على الأرجح، وفي أغلب الأحيان تصنع مكثفات البدء بسعة كبيرة جداً عن مكثفات التشغيل وقد تكون بالميلي فاراد أو ميكروفاراد. خامساً، مكثف التشغيل لا يتكون من أي مقاومة، بينما تتميز مكثفات البدء في كونها تتكون من مقاومة إما داخلية غير ظاهرة أو ظاهرة للعين أو حتى منفصلة يمكنك تثبيتها يدويا وهي ضرورية في مكثفات البدء. شكرا لكم وإلى اللقاء.